اسيدي راجل عمتي فهاد الصباح طالع عليه السخانه مريض، ما بقاش يعرف والو. كنوقفوا معاه كنبغيو ندويو معاه ما تيعرفناش، كنقلبوه كنلقاو السخانه طالع عليه ال 41. جبناه عدد الناس اللي هنايا، قالوا لنا هذا انعاش، بغينا ندخلوا الانعاش ما خلوناش ندخلوا معاه، دخلوه بوحدهم، دخلوه الانعاش، بقى في انعاش شي 4 سوايع وكثر كنتسناو فيه يخرج، ما خرجش. داز ديك 5 سوايع خرجوه لينا، قالوا لنا هذا خاصكم تديو ديروا ليه سكانير. منين قالوا لنا خاصكم تديو ديروا ليه سكانير، تنشوفوا السيد دخلناه في واحد الحاله تاع السخانه، طالع عليه ماذا بينا تلقاو سنانو مهرسين، الدم خارج ليه من فمو، شلاقمو مفرقعين، نيفو عوج كله دم. منين قلنا لهم هاد السيد هذا راه ما دخلناش بحال هكا، راه جبناه ليكم حيت السخانه طالعه عليه، ماشي جبناه ليكم على هاد الحاله. هما قالوا لينا جبتوه بحال هكا، منين قالوا لنا جبناه جبتوه بحال هكا، قلنا لهم اسيدي راه ما جبناهش ليكم بحال هكا. وهي تخرج الطبيبه قالت لهم الشهاده لله، قالت لهم ما جابوهش بحال هكا، وجهو ما فيه والو، جابوه على السخانه. نادو سيكوريتيات قالوا لنا ما تبقاوش تغوتوا، قلنا لهم هذا ربانا اللي كنغوتوا حداه، شدونا شنقونا بغاو يضربونا، شدوا لي اختي صرفقوها، هادو لي سيكوريتي. هاد سيكوريتي دفع لي اختي هي الاولى دفعها، منين دويت معاه قلت لي ما دفعش لي اختي ربانا مريض، شنق علي. منين خرجوه لينا شفناه لقيناه كله دم من فمو، قلنا لهم حنا ما جبناهش بحال هكا. خرجت واحد الطبيبه قالت لهم الشهاده لله ما جابوهش بحال هكا، جابوه على السخانه. منين اختي الصغيره بدات تدوي معاهم ناض واحد السيكوريتي دفعها، قلت ليه ما تدفعهاش وما تمسهاش دريه هذيك. منين قلت ليه ما تدفعهاش خلينا نهضروا، منين قلت ليه ما تدفعهاش راه اختي هذيك وبانا مريض وما جبناهاش بحال هكا، حتى انا شنق عليا من هنايا وبغى يضربني. انا حنيت يديا ما غنضربش معاه وما غندويش معاه حيت انا داخل المؤسسه. الفلوس خداو 1000 ريال النوبه الاولى من هنا يلاه جينا، خداو 50 درهم من الواحد سيكوريتيات، وبالواحد بالواحد نوريهم لك اللي خداو 1000 1000 1000. دابا راه كل هادشي باش يدخلوه يشوفوه، ماشي باش يداوى، غير باش يدخلوه يشوفوا هذيك السخانه اللي طالعه مناش، واش من كورونا، واش من المرض اللي فيه، واش مناش. دبرنا عليهم ب 1000 ريال 1000 ريال لواحد باش دخلوه لينا، 5 سوايع هما اللي حينو مخرجين لنا كله دم. منين دوينا معاهم بغاو يسلخونا هذوك اللي خداو 1000 ريالات، اقسم بالله العلي العظيم. المسؤولين الله يرحم لكم الوالدين، راه تعدوا في السبيطار، راه الناس كيدخلوا مراد تيخرجوا مراد، راه كاين الناس اللي كيدخلوا صحاح وتيخرجوا مراد، اقسم بالله العلي العظيم. الى انا دخلت صحيح دابا انا وحق الله الى خارج مريض، خارج مريض وحق الله الى خارج مريض، الى الطونسيو الى كنحس براسي باغي نطيح، راه تعدوا بزاف اصاحبي، راه يتعدى عليا على طبيب وما ندويش، ولكني يتعدى عليا واحد سيكوريتي ما ساوي والو، ما 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 فهمتهاش هاد البلاد انايا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. راه هادشي اللي غنقول، راه هاد السبيطارات راه قتلونا، راه مراد ومرضونا، راه صحاح ومرضونا، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وما عندنا ما نديرو، كنفوضوا الامر تاعنا لله. غادي تفتح التحقيق ضروري ضروري، تحل التحقيق ضروري، وبغينا هاد الناس نتابعوهم حتى لاخر لحظة، فين ما بغات تخرج تخرج، يا اما ننتصروا يا اما هما ينتصروا عندنا يتعداو عندنا. جبناه باش ندوزو لي عند واحد الطبيب، قال لك خصك ضروري تمشي للمستعجلات. هو كان فتح على النبوله البروستات ودار واحد ليرني المره الاولى، ودار من موراها البروستات، ومني جا للدار بدا كياخذ الادويه ديالو، طلعت لي السخانه، قالوا لي انا واقيلا راه غادي يكون عنده اعراض ديال كوفيد. جبناه باش نديروا ليه لو تيست، دخلوه المستعجلات، شويه خرجوه لينا مضروب كله دمايات، قلنا لهم هذا مالو، قال لك جبتوه هكاك، جبنا على السخانه وطبوا جوج اطباء شافوه هذا الصباح، جوج حنا جبناه على اساس السخانه عنده طالعه، شويه تخرجوا لينا كله دمايات، واش طاح على راسه، قال لك سيروا ديروا لي سكانير على الراس. هايدي لي تيو ديال البوله، خذاتو الفرمليه اللي خداتو عندكم، خذاتو الفرمليه دخلاتو، شويه تخرجوه لينا، شحال بعدا تعطل، لقينا بالك قالك ما تمشيوش. مسكين ما عاقلش دمايات، ملي جينا نهضروا نسولو قالك لك لا ما هاكاك جيتو، النوفه ديالو منفوخه عليه. كنا جبناه فهمتيني على قبل السخانه، طالع عليه السخانه، الحمو سخون
جبناه هنايا فهمتيني شي ثلاثه السوايع باش كنا دخلناه شدات معندي فرميه قالت لي قلت لها ندخل معاه قالت لي لا ممنوع الدخول قالت لي انا بلاص عاش ممنوع الدخول شداتهم عندي ودخلاته في الشارع وتال داخل شو موريزكو ديال موريزكو شدات ودخلات وهي تال عندها لداخل واحد ثلاثه السوايع خرجات جايبه في الشاريو قالت لي هاك ها هو السيد سيرو ديروا لي سكانر قلت لها كيفاش نديروا سكانر نديروا هنا قالت لي لا هنا ما كاينش ما كيدارش عندنا خاسر قلت لها عندكم خاسر قالت لي اه قلت لها واه اختي منين عندكم خاسر حنا غنمشيو نشوفوا نديروه في شي بلاصه اخرى قالت لي واخا جيت نقلب السيد لقيت قنفته منفوخه والدم ومرت مهرسه ليه السنه ديالو والدم الدم في السنان عنده وواحد يلاه دير واحد ثلاثه العمليات على المبوله تقريبا شي سيمانه دابا باش دير العمليه التيو ديال المبوله ديالو لقيتو خارج منه انايا فهمتيني وداك التيو تيقطر في الارض دخلنا السيد عادي في غير السخانه فهمتيني خرج قنفته من فوخه فهمتيني مهرسه ليه السنه والدم والتيو ديال المبوله ديالو من هنا خارج التيو ديال المبوله ملي جينا كنهضروا معاهم قالت كنتوما دخلتوه وحطيتوه بحال ما هكا غوتنا قلنا لهم فين هي الطبيبه خرجت عندنا الطبيبه قلت لها اختي السيده راه ما كانش بحال ما هكا اختي السيده دخلنا لكم بخير عليه قالت لي لا راه انا ملي جيت لقيته ملي دخلتي نتايا انا جيت لقيته بحال ما هكا قلت لها ماشي انا اللي دخلته قلت لها الفرميه ديالك ولا هذيك الدريه اللي كتكون لابسه واحد التوني في الصفر قلت لها هي اللي خدات مع عندي الكروسه الشاريو على قرة الله وهي شخص معدي الشاريو عند الباب ديال الإنعاش قالت لي ممنوع الدخول هي اللي دخلاته عند الداخل يعني انتوما اللي مكلفين به ماشي حنايا هذيك قلت لها تبقى مسؤولية ديالكم انتوما يا قالت لي لا راه جا بحال ما هكا قلت لها اختي ماشي بحال ما هكا جينا كنهضروا معاهم جاو السيكيورتي تمايا هما يتلاحوا علينا وينا كندافعوا العيالات كيدافعوا حنا كنتشادوا دورونا كامل المسؤوليه دابا تيبغوا نقولوا لهم فهمتيني خص تكون الرقابه فهمتيني الا ما كايناش الرقابه في اي مجال فهمتيني في اي مجال ما كايناش الرقابه اللي كتجي كتكونترولي وهي مخفيه ماشي جاي لابس التوني ولا لابس الزي وتما كاين جاي راه من بعد غيشوفوا غينضابطوا خصو يجي كمواطن عادي فهمتيني ما عارف فين هو كاع غيدخل غيشوف اش كيطرا في هاد السبيطارات وغادي يعرف الخلايا فين كاينين وغادي يبدلوا هذاك الشيء اللي كيديروه الناس الخايب غادي يبدلوه ماشي راه طرا شي ربعه الناس ولا ثلاثه الناس قدامنا مباشره فهمتي طرا شي واحد الدريه حتى هي شي واحد جابوه حتى هو في شي حاله خطيره ما عرفتش شنو طرا لداخل بيناتهم حنا كنتغاوتوا في هاد الصاله هنا في هادشي في الانعاش هنايا الاخرين كيتغاوتوا في الجهه الاخرى يعني هادشي فهمتي ماشي كيطرا علينا حنا كيطرا العدد ديال الناس ولكن كيسكتوا وما كاينش الناس ما كتعرفش لمن غادي تتجه غتشكي وحتى هذيك اللي غادي تمشي تشكي عنده وتا هو فهمتي اللي ما قايمش بالدور ديالو علاش حيت ما كاينش الراقيب الا ما كاينش الراقيب في اي مجال عمر هادشي ما غيتقاد غيبقى ديما سيكوريتي كتجي عندو نتايا مواطن عادي كيجي كيبدا يطاول عليك فهمتيني وما غياكلك وما عرفتش شنو بغا يدير لك علاش تحس بالحقرة وانت دويتي على حقك هاد السيد ما دخلتوش انا هكا السيد ديال السكانر حنا ما غنديرو السكانر تتقولوا لينا هو بعدا مالت يوم حيد ليه من لحمو وهذيك فمو مهرسه لي السنه وباقي بالدم على الاقل ملي نتوما درتو هاد الشيء وعسواني ولي فمو مسحوا لي داك الدم وخرجوه لينا حنا كاع ما نتابعوا القنوفه غنشدوه غندفعوه وغادي عاد غيبان لينا التيوم من جهه اخرى حنا وين باقي نجي عنده قنوفته تتبان لي من الفوخه والدم